تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. سعداء مره اخرى لكي نلتقيكم في مورنينغ رياضي، برنامجكم عبر شوف سبور، انطلاقا من السابعه والى غايه التاسعه. الحديث كله عن اخبار وجديد مستجدات كرتنا الوطنيه فيما يخص البطوله الاحترافيه لكره القدم ومنتخباتنا الناشطه. طبعا نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا الاول في اخر مباراه له، الجوله السادسه من تصفيات امم افريقيا الكاميرون 2022 ضد بوروندي اليوم في العاصمه الرباط. كل التوفيق لاسود الاطلس. حلقه اليوم نهضروا كذلك على مجموعه ديال المعطيات والجديد ديال البطوله والانديه ديالنا، خصوصا الممثله في المسابقات الافريقيه. قبل ما نرحب سي هشام جويعه، مرحبا سي هشام. مرحبا وصباح الخير خويا عثمان، صباح الخير خويا سفيان، اسامه كذلك، مشاهدي الكرام. مرحبا سي هشام، مرحبا. تحياتنا كذلك سي سفيان اللودي، صباح النور. صباح الخير خويا عثمان، سي هشام وسي اسامه على سفيان ومتابعي الاوفياء ديالنا. تحياتنا لك، تحياتنا كذلك للسي اسامه اللي كيرافقنا في حلقه اليوم. المشاهدين الكرام اللي كيتبعونا وسعداء بزاف باش نتواصلوا معكم في هذه الحصه هذه الى غايه التاسعه في كل عدد. اكيد كنكونوا فرحانين باش نتواصلوا معكم خلال قراءه ديال التعليقات ديالكم، كذلك استقبال مكالمات ديالكم. ناسي في الطريق قال لك صباح الخير بروك خويا عثمان، تحياتي اللودي اجويعه ديما ويدات، تحياتنا ليك. قال لك انيق السلام عليكم، تحياتنا ليك. حسن عاشق لفريق الجيش الملكي قال لك يوم سعيد ومبارك ان شاء الله، تحياتنا لك صديقي. بوروندي ستخلق المفاجأة. عبد الرحيم تخلق المفاجأة، مرحبا سي عبد الرحيم. كرة القدم عودتنا من النهار اللي بدات انها هي كلها مفاجأة، هي كلها مفاجأة. من كان يقول بأن ذلك المنتخب الذي كان يعيش بالنجوم ويقوده رونالد سيقصى على يد المنتخب البنيني. عادي كرة القدم فيها المفاجآت. هي مفاجأة والله ما سمعتش. لا هو هضر على عبد الرحيم قال لك بوروندي ستخلق المفاجأة زعما ضد المغرب اليوم في الرباط. قلت له كرة القدم فيها المفاجآت. كلها مفاجآت، قدروا يربحوا قدروا. فوالا تحياتنا لكل المشاهدين اللي كيتبعونا، سعداء بزاف باش نتواصلوا معكم. اليوم المنتخب الوطني المغربي عنده مباراة، آخر مباراة. خليل وزيتش هضر على أنه كيتمنى أنه يكون الأداء الكبير في هذه المباراة، هذه هي آخر مباراة في التصفيات بشكل رسمي. ضمننا التأهل قبل مباراة موريتانيا. المقابلة هذه في الوقت اللي كانوا بزاف الناس كيهضروا على أنهم غتكون فرصة للعناصر الأخرى باش تشارك، بزاف ديال اللاعبين طلبوا من انهم مثلا من الكوتش ديالهم خليل وزيتش باش انه يعتمد عليهم في هذه المباراه، وهما رسميين باش يبينوا للجماهير بان الاداء ديالهم اداء قوي واداء كبير. الماتش الاول او الماتش الخامس في التصفيات ضد موريتانيا طرح مجموعه ديال علامه استفهام بكل صراحه. كان الاداء اخي الاداء كان باهت، كان الاداء اخي بعدا هو اللي دابا الغريب في الامر كما يعني كاين قال لك لاعبين او هو كيتكلم يعني في ندوه صحفيه بغى يشوف لاعبين. حنا دابا بكل صراحه حنا المنتخب الوطني بخيره اللاعبين دابا اللي عندنا، اللاعبين واعرين بزاف، ما خصناش نبقاو نشوفوا او ندوا نجربوا في بعض اللاعبين. بكل صراحه خصنا فريق دابا اللي خاص يكون جاهز، فريق خاصو يكون ديال الالقاب، يعني فريق المنتخب الوطني خاصو يكون قادر يعني ينافس الفروق يعني الكبرى. علاش المنتخبات الكبرى حيت ملي حنا عندنا لاعبين يعني كما سبق لي وتكلمت لاعبين بخيره اللاعبين، يعني حنا ما غنحتاجوش واش غادي نجربوا واش غادي يكون في التشكيله ولا ما غاديش يكون، واش مزيان ولا ما مزيانش. اصلا هو جاي من الفرقه ديالو، جاي من ليكيب ديالو، هو تيلعب تيتولير وتيتالق في الفريق ديالو وتيماركي. يعني لا داعي الاسماء، الاسماء كاملين اللي جاو دابا للمنتخب يعني اسماء وازنه في الفروق ديالهم. يعني نتجي للمنتخب اسمح لي يعني ما مطلوبش من المدرب يعني غادي نشوفك ولا غادي نعلمك التكتيك ولا كيفاش غتضرب الكره ولا كيفاش غادي تزيد ولا كيفاش. اسمح لي ربما يكون اختلاف في التكتيك ديال 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 الخطه ديال المدرب. واش انت ملي كنتي تلعب بالفريق ديالك واش تقريبا واش تلعب مثلا 4 3 3 او حنا في المنتخب الوطني مثلا 4 5 1 او 4 1 4 1، يعني خاص يتكيفوا مع الخطه ديال المدرب.
يعني ما يمكنش غادي يجي ويلا غنبداو نعلمو مثلا. كاين بعض اللاعبين يعني باغي يفرضوا ريوسهم في المجموعه، انت اصلا فارض راسك في الجروب اللي كنت فيه يعني الفريق ديالك. يعني اللي فهمت من كلامك هشام هو انه مباراه اليوم خصو يلعب بنفس العناصر باش ما نبدلوش. حتى الجمهور خصو يشوف الفريق اللي غادي يعني حتى المتبعين ديالنا حنا وكالجماهير خصنا نشوفوا المنتخب قوي عندنا. وانا في رايي انه مازال ما وصلناش لذاك المستوى ديال اننا نغيره. انا في رايي مازال ما لقيناش اولا التوليفه المناسبه اللي غادي نلعبوا بها. اربعه في الديفونس، ثلاثه في الوسط، ثلاثه في الهجوم، وحارس مرمى معروف لعبوا بهم ماتشات، يعني مازال ما لقيناهمش. عاد كيبدل خصوصا على المستوى وسط الميدان دائما كنشوفوا عناصر كلشي حتى لي ديفونسور تنبدلوا، ربما الحارس اللي ما تيتبدلش وقيله حتى هو بداو نبدلوا وقيله نبداو نجربوا فيه. لكن حنا هاد الظرفيه وهاد الوقت ما يمكنش نبقاو نبدلوا نبداو نجربوا. انا اللي فهمت اللي بغيت نوصل لواحد المعلومه باللي حنا هاد اللاعبين اللي تيجيو يعني الفرقي ديالهم معروف الفرق، ما يمكنش نجربوهم. علاش غادي نجربوهم؟ يعني انت كمدرب تحمل المسؤوليه ديالك، خصنا نشوفوا منتخب قوي كاع حيت كاع الجمهور خصو يكون عارف باللي راه كاين منتخب قوي. بحال شكل ملي كان عندنا المنتخب عارفين شكون اللي غيلعب شكون اللي ما غيلعبش، عارفين حتى اللي غيجلس رون بلاص عارفين. حتى الا بغى شي واحد حتى الا بغى شي واحد يشري التوني يشري التوني ياك سفيان، بغى شي واحد يشري التوني ديال شي جوار يعرف حتى الارقام ولينا كلها عارفين زي هو الواحد اللي كيلعب بالسبعه وزوير في الدار كيلعب بالربعه. هذاك بوحدو سي اللودي. الماتش الاول مع بوروندي كان ب 3-0. سبحان الله هذا الماتش كان في ظروف اخرى، كان في 19 نوفمبر 2019 ما قبل كورونا، الاجواء كانت عاديه. مشينا لعبنا معهم تما ربحناهم بجوج ب 3-0. هذه المباراه هذه تختلف، تاهلنا صحيح ولكن ولكن بدون جمهور في مركب الامير مولاي عبد الله. كيفاش كتشوف هذه المباراه هذه وكيفاش غيلعبوها ليكيب ناسيونال في رايك؟ واش مع هشام انه يبقاو نفس العناصر ولا مثلا يبدل يعطي فرصه للاخرين؟ شوف اذا كانوا غيكونوا نفس العناصر ويلعبوا بنفس الحماس اللي لعبوا في المباراه ديال موريتانيا غيدخل عناصر جديده، سيرتو اللاعبين ديال البطوله دخلهم. ربما تشوف فيهم شي حاجه اللي ما شفتيهاش انت قبل ولا ما بانتش لك قبل. مي انا ما كنظنش انه غيخرج على المالوف غيلعب بالعناصر الاساسيه ديالو، خصوصا في المستوى الضعيف، ماشي المستوى التقني ولكن حتى المستوى الروح الضعيف اللي كان في المباراه ديال موريتانيا. الا ما خفش نكذب راه من اضعف المباريات اللي لعب المنتخب المغربي على مدار السنين، على مدار التاريخ ديالو. فريمون ما كان فيها حتى شي حاجه، لا حماس لا حتى شي حاجه. الكره ما كانتش كتبان، تيلمون ماتش ضعيف، الكره ما كانتش كتبان. نتمنى المقابله هذه باش كما تنقولوا حنا يفيقوا بلغه الكره، يعرفوا بلي راهم ما جاوش هنا باش يتساراو، راه ما كتجيش من تما لهنا باش ترتاح. شي خدام فرقتك وجيتي هنا باش ترتاح، نو هنا تجي تخدم اكثر من فرقتك، اكثر من داكشي اللي كتخدم فيه فرقتك. باش نكونوا واضحين وصريحين، لا الجمهور المغربي كامل ما عجبوش الكومبورتمون ديال شحال من لاعب او التعامل ديال شحال من لاعب داخل المباريات ولا الطريقه اللي كيلعب بها المقابله، فهي ما عجباتش شحال بزاف الناس. انا قلت 91% ديال المغاربه ما عجباتهمش، انا من دوك الناس اللي ما عجبتنيش طريقه التعامل ديال نتمنى المقابله. ما كنظنش انه غيخرج على المالوف على التشكيله الاساسيه ديالو، الا كان غيكون واحد التغيير ولا جوج ديال التغييرات. فرصه المنتخب، ماشي داك المنتخب القوي، فرصه اننا نبانوا بواحد الوجه اللي نسي المباراه اللي فاتت. راه ما تنساش بلي راك عندك اقصائيه ديال كاس العالم، وعندك يدوز واحد كنظن، وعندك واحد المنتخب اللي قوي غتلعب معاه هو المنتخب السوداني. ما ساهلش المنتخب السوداني، ما ساهلش، راه داز لكاس افريقيا ب 12 نقطه. شحال عندنا من نقطه حنا؟ 10. راه داز دابا كاس افريقيا 12 نقطة مع جنوب افريقيا وغانا. حنا معنا بوروندي وموريتانيا، راه دزنا ب 10. واش فهمتي المعنى اللي بغيت نقول لك؟ راه فاز جميع المباريات ديالو داخل الميدان ديالو، ومباراة خارج الميدان. دابا حنا اليوم عندنا 11 إلا ربحتي، إلا ربحتي غادي يولي دير 14، ربح هو يدير 16، إلا يدير 15 المنتخب السوداني. يعني ديما فايتك في عدد النقاط اللي دارها.
يعني هادشي كامل خصنا ناخذو بعين الاعتبار. خصك تشوف المستوى اللي كيظهر به المنتخب السوداني، راه حتى المباريات اللي خسرها مع غانا ومع جنوب افريقيا ما كانش ديك المباريات اللي كبيره، ما كانش ديك الفرق اللي كبير وما كانش ضعيف فيها. هو في اخر مباراه اللي كانت مباراه شبه نهائيه بينه وبين جنوب افريقيا فهم فازوا، على جنوب افريقيا بجوج واحد، كان واحد ولا شي حاجه بحال هكا، فازوا تاهلوا. ننساوش هادشي، ما خصنا ناخذوه بعين الاعتبار الا بغينا ندوزو نمشيو لمراحل متقدمه. حتى دابا سوفيان فاش كنشوف مثلا المنتخبات الكبيره اللي هي بحالنا مثلا المنتخب المصري البارح فاز ب 4-0 في التيران ديالو، الثنائيه ديال محمد صلاح، محمد شريف ومحمد النني. المباراه الاخرى حتى هي فازوا. كاين يعني المنتخبات الكبيره كلها فاز بنتائج كبيره. المباراه اللي قبل تعادلوا واحد فوالا مع كينيا، تونس فازوا على غينيا الاستوائيه، السودان ربحوا 2-0 جنوب افريقيا، غانا ربحت ب 3-1، مالي ربحت ب 3-0. بكل صراحه المنتخبات اللي دائما ما كتكون حاضره في كاس الامم الافريقيه نتائجها قويه. حنايا تعادل ضد موريتانيا كيطرح العديد من التساؤلات. مشكل التعادل انا بالنسبه لي مشكل ماشي في التعادل، راه تربح مشكل في الاداء. راه دابا غادي تلاقى ملي غادوز كاس افريقيا راه غتلاقى مع فرق كتادي مزيان احسن بزاف. الا ما كانش الاداء ديالك مزيان راه ما يمكنش تكون النتيجه. المنتخب الجزائري البارح ربح ب 5-0، راه ما يمكنش. واش كانت رده فعل؟ كانت رده فعل من بعد التعادل ديال 3-3. المنتخب المصري نفس الشيء، كانت رده فعل من بعد التعادل مع كينيا 1-1. المنتخب السوداني كانت رده فعل من بعد الهزيمه ديالو مع منتخب غانا خارج الميدان. دائما كان الفعل وردت الفعل. دابا الفعل دار هو المباراه ديال موريتانيا اللي ما كانش فيها الاداء، ولكن ردت الفعل نستناوها، نستناو يكون اداء قوي، نستناو تكون سيطره. دابا كلشي زوين في, في, في الامير مولاي عبد الله، التيران زوين، الارضيه زوينه، الجو زوين، ما كاينش مبررات. وهذا هو الشيء. هذا هو توفر حتى من الطاقم، اسمح لي شي مقاطعه، حتى من الطاقم التقني او الطاقم اللي كيسهر على المنتخب الوطني راه نفس العدد ديال اللعاب، راك 23 واحد. هادشي البارح اللي راه 23 واحد، يعني راه كل اللعاب عنده واحد مقابلو. لا البارح انا والله الا البارح واحد الصوره تارت الانتباه ديالي، انا استفزت ماشي تارت الانتباه، انا استفزت حسبت تسعود، المهم فيهم خليل وزيتش وحجي ومساعدين ديالو والشادلي ومجموعه ديال الاسماء، المهم تسعود بهم اسمح لي انا كنت كنهضر مع واحد السيد. شنو شحال تسعود؟ كيفاش تسعود؟ انا بالو لي تسعود هكا البارح في الحصه التدريبيه. لا الحصه التدريبيه اللي شفتهم انا اللي شفتهم في الصوره. 16 ها؟ 16 لواحد. لا معك لا في واحد الصوره، كانوا كيترينو وسط الطيران 16 لواحد. اسمح لي ما كان طاح لي التليفون حسبت تسعود قوصوا عليا اسامه تطاح التليفون. اسامه ولكن ما سولتيش شكون اللي هرس التليفون. نقول ليه شكون معاك كنتي تهضر علاش هرس التليفون؟ نقول لك مباشر لا في خير الصوت. قبل ما تقول سفيان قبل ما تقول سفيان فوالا هذيك هي الصوره. حسب البويتش. لا لا ماشي هذه، انا الحصه التدريبيه. حسب البويتش لا خليه تحتاني منتخب المانيا. هذا حسب بويتش حل بنت لك الالمان نحسب هذا ديال الالمان. لا لا غير نخالف الطاف ديال الالمان 6 انا نحسبهم لك 6 انا قلتهم لك. مشكلة هادي. لا البارح واحد السيد والله الا كنهضر معاه قال لي حسب شحال من حمر الله يرضى عليك. وهضروا الجمهور متبعين وشوفوا. لا لا غير تما كيتسناو الجواب فوالا. شوف اسماء كثيره بزاف على مستوى يعني الطاقم او الاطقم اللي مرافقه المنتخب الوطني فيما يخص الطاقم التقني، كل واحد مع واحد ديالو فيما يخص الطاقم الطبي بقياده عبد الرزاق هفتي، كاين الطاقم ديال التغذيه، كاين طاقم ديال ما نعرف شنو هو، وقيل عندهم حتى شويه شي جروب تما ديال. شوف عثمان هذا هو المعايير ديال المنتخب. يعني المنتخب بحجم المنتخب ديالنا خاصو يكون فيه هذا الستاف، ولكن اللاعبين لا ما عندهاش كاس العالم يعني هاد اللاعبين راه في موريتانيا ياك لعبوا موريتانيا حتى نسى خصهم يلوحوا ب 13 ولا 14 على ذاك اللاعب اللي دارو
فهمتي اخويا اعتمد ولا فهمتينيش؟ وكاين بعض اللاعبين مقلقين كاع خاصنا نسميهم ولكن لا داعي للاسماء خاصنا نسميهم مقلقين ما باغينش يلعبوا وجايين وقال بز منهم اسمح لي نوريني جاي جاي لابس التوني ديال المنتخب اخويا تقاتل مع المنتخب اسمح لي حيت الفرقي ديالكم مشيتي تلعب في الفرقه ديالو اسمح لي نتحدى شي دوله افريقيه معنا في الافريق من غير جنوب افريقيا وما لعب سوكر سيتي ما عندهمش اللي عندها التيران هذا اللي عندها هي هذيك 17 واحد لقيتيها في شي واحد دارها ولا انت 17 واحد 17 واحد شفتهم هذوك انا انا اللقطه اللي شفت كانوا تسعود انا والله مشت 17 انا والله مشت تارت الانتباه ديالي البارح تارت الانتباه ديالي اللقطه اللي انا شفت فيها كان على الله هذوك كان باقي ما التحقوا شي وحدين تما كانوا تسعود حيت تما غادي يتجمعوا غادي يبقى يعطيهم خلي لوزيت يبقى يعطيهم التعليمات امكانيات كبيره صراحه انا قلت لك كنهضر مع واحد الصديق من تونس قال لي اثمان صراحه نتوما حشومه المنتخب المغربي بداك الامكانيات اللي عندكم ما تديوكاش الامكانيات عندنا عاليه بكل صراحه والله هذا صديق من تونس قال لي مثلا منتخب المغرب الفندق اللي كان عنده في روسيا الامكانيات اللي تحت للمنتخب راه المنتخب الوحيد عباد الله راه افضل لاعب كان في روسيا هو ليونيل ميسي ليونيل ميسي ما داش معاه افضل لاعب كان في روسيا هو ميسي شكون نسيتي مبابي لا مبابي اسمح لي حنا كنهضروا على الاسطوره مبابي ما تهضرش ليا مبابي ولد البارح مبابي ولد البارح غادي نهضروا على ميسي رونالدو اسمح لي ميسي رونالدو ولكن اسمح لي ما تعطينيش التاريخ ديال اللعاب والانجازات ديالو والانجازات ديالو في واحد التظاهره لا انا بغيت غير نعطي واحد الميساج لا قول لي واحد الميساج ماشي ما تقولش لي احسن لاعب في روسيا لا كنهضر على يعني اكثر لاعب احسن لاعب اسطوره اسطوره شوف من بين في في روسيا مونديال روسيا كان فيه ميسي كان فيه ميسي احسن ماشي مونديال روسيا الاداء ديال ميسي في مونديال روسيا نو ما هدرتش انا دابا هذا هو المفهوم ديالي لا انا المفهوم ديالي زعما فاش الناس كيسمعوني كنقول احسن ولا قول راه ميسي ميسي وميسي ملي كان في روسيا وخلاها بحال هكا الاسطوره فاش كان في روسيا فوالا الاسطوره ميسي فاش كان في روسيا فوالا وي انا معاك الاسطوره رونالدو فاش كان في روسيا ماشي رونالدو بجوج بهم هادو شوف انا نكون لاعب ولا نكون لاعب وتقول لي شكون اللي بغى يلعب معك ميسي ولا رونالدو نقول لك الخيار الاول ميسي انا ريالي نقول لك الخيار الاول ميسي الخيار الثاني رونالدو علاش؟ لانه بحال ما هو رايو انا رايي راه حتى انا ريال واش فهمتني انا رونالدو الفرق بزاف رونالدو في اي لحظه يقدر يدير ولكن 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 في المونديال باش تكمل المونديال كان كما قلت انت الاسطوره كان ملي كتقول لي في مونديال روسيا كان احسن لاعب احسن لاعب في روسيا هو ميسي احنا واقعيين المونديال ديال 2018 خطف الانظار مبابي خطف الانظار هازار مجموعه ديال الاسماء كانوا ادوا بشكل جيد ما علينا انا اللي بغيت نقول هو انه هاد ميسي وهاد رونالدو ولادهم يعني وليداتهم وعيالاتهم المنتخب الارجنتيني ولا البرتغالي ما داهمش معاهم المونديال ميسي سلم على عائلته في كاتالونيا وركب في الطياره الروسيه نيشان بوحدو حنايا الوحيدين عباد الله في مونديال 2018 اللي الجامعه وفرات الظروف لثلاثه ديال لي بيرسون من كل لعاب واش فراسكم هذه العائلات ديال اللعابه راه هذا ماشي مشكل اللي انا بالنسبه ليا شيء عادي ماشي زعما شي حاجه خارقه بالعكس واحد الام ديال زياش كما قالوا لا فيديراسيون قال القجع انه هما اللي كيخليو وليداتهم مغاربه ويخلي لهم ديك التمغربيات واخا عايشين تما وكبروا تما ومجموعه ديال برافو برافو مزيان موفر لهم كل شيء ولكن سمح لي يعني موفر لك هاد الظروف وجايب لك انا عائلتك من هولندا ولا جايب لك عائلتك من الانجليز ولا جايب لك عائلتك من المغرب باش يتفرجوا فيك في المونديال راه ما دارها حتى شي منتخب انا كنقول لك اسبانيا عندها كوب دي موند وما جابتش هذا الشيء هذا هذه امكانيات فاش كيولي دابا 23 واحد في الطاقم التقني نتحدى لا فيديراسيون مشيو للبرازيل الى لقينا 23 نستقل التسويله ديال المانيا دابا اسمح لي صوره جماعيه فيها سته اسمح لي بكل صراحه انا قلت لك السيد من تونس كيقول لي حشومه عيب وعار انه المشكل بالنسبه لي انا ماشي في الفيدراسيون يا ودي انا الصوره راه ما وصلتنيش من المغرب الصوره ما وصلتنيش من المغرب المشكل برا مشكله بكل صراحه المشكل انا بالنسبه لي ماشي في الفيدراسيون لانه لا بلا ما تقولوا شوف انا نقول مشكل المشكل نقول مشكل مثلا الفيدراسيون بالنسبه لي
كتوفر احلى واحسن ما في الظروف اي لاعب يتمناه. علاش؟ واحد كيلعب في تشيلسي عنده ظروف زوينه خصو يجي يلقى ظروف زوين، ولكن في تشيلسي راه الا دار ماتش نول راه كياكل العصا. في المغرب كياكل العصا منين؟ من عند لا بريس وما كتوصلوش. ولا هضرتي يقول لك كيشوش. اسمح لي انا عندي هاد الظروف هادي، خصني نتاهل الافريقيه الكاس الامم الافريقيه بكل سهوله، خصني نمشي للفينال بكل سهوله، وخصني نمشي لكوب ديموند بكل سهوله. بكل صراحه كاين اجيال في المنتخب الوطني اللي الظروف ما ساعدتهمش. كان كيهضر داك النهار فريخ وقالها، قال كاين مثلا منتخب 2004 منتخب 2008 بدا لاكوب بواحد الطريقه زوينه وكتجي ظروف. منتخب عاوتاني ديال 2013 مع الطوسي، ديال 2012 مع شنو سميتو مع رشيد مع هذاك شكون هذاك اللي جاي ياخذ 150 مليون غيريت مدرب جمال الهلال ياخذ 150 مليون خذ الفلوس مزيان، فيلا مع راسو في مراكش فيها كل شيء. ايوا زامبيا دات كاس افريقيا في 2012 وحنا رجعنا للمغرب. ايوا حنا في المغرب. قال لك فواحد كاس افريقيا قال لك فواحد كاس افريقيا المغرب دا الماكله خلاها لواحد الدوله شقيقه وبها دات كاس افريقيا. كاش عندهم الماء وداك الشيء فهمت اودي. شو بالك داك الشيء؟ الله يعطيني الرئاسه. الله يعطيني الرئاسه. لا لا حول ولا قوه. لا فاش والله الا بصح كتقلق على شي. لا انا عندي فكره، واش هادشي اللي كنديروا مثلا مع هاد اللاعبين ربما ما خاطئينش. لا ما خاطئينش، انا في رايي والله ما خاطئين، لانه انا مثلا كرئيس للجامعه نبغي نفشش اللعبه ديالي ما فيها حتى شي. ايوا ولكن اللعب ما تيعطيكش داك الشيء. هذا هو المشكل. هذا هو المشكل. دابا لعاب اللي تعطيه بزاف راه هاد الصطاف هذا ملي لعاب ملي كيشوف هاد الصطاف هذا اسمح لي راه كاين تما اللي كيشد 30 مليون هو مساعد. وفهمتيني وعنده امكانيه ديال انه يشد المنتخب الاول، ولكن هو ما باغيش يشد المنتخب الاول باش ما يتحط في الصوره ويتحط كما كنقولوا امام النار. هو نسلكه مساعد مدرب 30 مليون في الشهر بارده مع راسو. المهمه الاولى ديالو هي انه ينقب على المواهب، يمشي مع راسو هو في فرنسا هو في بلجيكا هو في كذا هو في كذا. كتعيط له تصريح صحفي ما كيعطيهش، تصريح صحفي ما كيعطيهلكش. خليلو زيد تصيط له على انترفيو يدير معاك انترفيو. مساعد ديال مدرب المنتخب الوطني 30 مليون في الشهر بالنسبه لي انا لا مهمه له، لانه لعبوا معاه راهم شادين المنتخبات. هو بوتشيتينو دابا شد فريق بحجم بي اس جي، زيدان شد فرقه بحجم ريال مدريد، سيميوني شد كاع اللعابه ديال الاوروب، حتى حنا تبارك الله اللعابه ديالنا شادين فريقات. انت مخبي في الطاقم التقني ديال ليكيب ناسيونال 30 مليون. مشكله كبيره هذه. مجموعه ديال التعاليق ديال المشاهدين ديالنا الكرام. سعيده قالت لك هضره الاموال. التعاليق حسن. حسن شنو قال لك؟ عيب وعار ميسي كان افشل لاعب في روسيا. صافي هادشي اللي عجبك؟ شوف جاوبك. لا شوف ميسي غير الكونترول اللي دار كونتر نيجيريا، الكره اللي عطاها له بانيغا كيفاش حطها في الشبكه يكفيني انني نقول الله بارك الله ندعو بك ندعو بك كاس العالم ذاك كونترول. فوالا شوف كاين مجموعه الناس اللي فاهميننا في التعاليق تدبير، كيقول لك فوالا التدبير مجموعه ديال الاشياء، وكاين الناس اللي فهمتي دائما التعليقات ديالهم هي خارج السكه وخارج النص. حنا غنمشيو نتوقفوا مع فاصل غادي يكون قصير، بعده سنواصل الحديث على المنتخب الوطني ومباراه بوروندي. كل التوفيق ليكيب ناسيونال، ونهضروا حتى على تصريحات فاخر فيما يخص المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي. نهضروا على استعدادات الرجاء الوداد وبركان والانديه المغربيه للبطوله الاحترافيه اللي غتنطلق الاسبوع المقبل. فاصل نواصل.
عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما في المورنينغ الرياضي في صبيحة يومه الثلاثاء. سعادة بزاف باش نتواصلوا معكم. تحياتنا لكل المشاهدين ديالنا الكرام، خصوصا منهم المشاهدين اللي دائما كيتبعونا عبر شوف سبور في فيسبوك وكذلك يوتيوب باج اوفيسيال. في الاول كنا كنهضروا على ليكيب ناسيونال، الامكانيات الضخمه الدسمه، امكانيات عاليه امكانيات كبيره وكبيره جدا للمنتخب الوطني. وهادشي ماشي مواليد الساعه، هادشي راه من شحال هادي زعما الصراحه هادشي. لا شوف 2008 شوف باش نكون واضحين، ما بقاوش نضربوا في عرض الحائط كيف ما تيقولوا، نضربوا في عباد الله وسميتو. 2008 انا شاهدت المنتخب كانت متوفره لنا جميع الامكانيات. بيان سور باش نكون واضح معك، مشينا في طائره خاصه لغانا فندق من احسن الستاف. نهضر على الامكانيات، الامكانيات الامكانيات الماديه. مشينا الاقصائيه درناها في طائرات حربيه، مشينا في طائره خاصه كيمشي معك الطاقم ديال الاكل بالماكله معك. كنمشيو نجلسوا في احسن الفنادق، كنمشيو حتى نتذكر المباراه ديال مالاوي، مشينا بقينا واقفين قدام باب الوطيل. دخلنا ما عجبناش، ما عجبش الدراري، وفي ما عجبهمش الوطيل اللي كادرت الفرقه والمدرب والسي محمد فاخر، ما عجبهمش الوطيل. بقينا واقفين قدام باب الوطيل، بدلوا لينا فوق الوطيل. كنهضر على الفتره اللي الفتره القصيره اللي سيرت فيها المنتخب، كان متوفر عندنا جميع الامكانيات وما حققناش نتائج، واقولها بكل صراحه وما حققناش نتائج، ما قدرناش نحققوا اللي كتماشاو داك الامكانيات. وي وي لا بكل صراحه، باش نكون واضح معاك، البريباراسيون ديال 2008 مشينا لاحسن الفنادق في اوروبا، لعبنا مع احسن الفرق، لعبنا مع فرنسا، لعبنا مع السنغال، كان مرشح، كان فريق قوي. ربحنا تعادلنا مع فرنسا وكنا في احسن الفنادق اللي كنا فيها، دونك كانت متوفره جميع الامكانيات، وكانوا كيسيفطوا لنا لبيه الطياره حتى لعندنا. والا ما كيتصلوش لبيه الطياره كيقولوا لك سمحنا سي هشام برطنا، تيقولوا لك جي خلص الطياره من عندك انت، كتعطيهم لبيه تعطوك فلوسك. باش نكونوا واضحين ونكونوا واقعيين، هادشي ماشي دابا، دابا نيفو اعلى زعما ستاج اخر دابا، فهمتي؟ دابا ستاج اخر من ناحيه المنح ديال المباريات، من ناحيه المنح ديال الفلوس كما تنقولوا حنا بلغه الكره، هشام فلوس الكونسونطراسيون النهار تاخذها اليوميه ديالك. ما عرفتش دابا كيقولوا باش ما تحسبش عليا شي حاجه، كيقولوا اخلي فلوس الكونسونطراسيون، لا كيقولوا بلي كاينين دي سالير للعابه دابا كيتقاداو اجور شهريه، ما عرفتش واش صحيح او ماشي صحيح، ما عرفتش الا شي حد مقرب اللي يقدر يدي، ما عرفتش واش صحيح هادشي ولا ماشي صحيح. وانا اللي سمعت هو انه كاين، حنا قبل كنا كنجيو وفلوس كونسونطراسيون، كنا كنجيو في ليكونومي يعني في الدرجه العاديه، الدرجه ماشي بيزنس كلاس. دابا ولاو الدراري كيجيو بيزنس، يعني كاين تحسن، كاين تحسن شي حوايج. ايوا هاد اللاعب دابا ولا اللاعب كيجلس بوحدو في الشومبر. قبلنا كنا كنجلسوا جوج اللعابه في غرفه، جوج لعابه في غرفه، مي احسن الفنادق، نعاود نكرر احسن الفنادق، ما كانوش كيتاخروا المنح، ما كانوش بزاف الحوايج، كانوا عندنا بزاف ديال الحوايج. واش فهمتيني؟ بزاف كنا كندخلوا السونتر ديال مثلا في كاس افريقيا 2008 سفيان، كانوا عود مثلا في حاله ما المرور للدور الثاني، ما نكذبش عليك والله ما عاقل، باسكو ديك الساعه انا بالي كاع مع باغي يمشي غير يلعب، حيت كيكونوا وعود جميع المنتخبات كيكونوا نورمال، مي هذه كيكونوا متفقين عليها، كنهضر لي كادر ديال الفرقه. تقدر تكون تقالت، ما نكذبش عليك، تقدر تكون تقالت، ولكن كان بريم ديال الكاليفيكاسيون، كان بريم اكيد انه ماشي بحال ديال دابا، كان بريم، لان حتى لي بريم ما كانوش بحال ديال دابا. بيان سور بيان سور، فهمتي؟ لان حتى لي بريم ما كانوش بحال ديال دابا، الا ما خفتش نكذب كان واحد الوقت لي ماتش ميكان، الا ربحتي لي ماتش اميكو كنت كتاخذ وقيلا شي 5000 ولا 4000 درهم. ماتش ميكان دابا راه اكثر، كنظن دابا من ناحيه المباريات الاعداديه اكثر، حتى اليوميه ديالك اكثر بكثير، تقدر تكون دوبلة ثلاثه المرات على داكشي اللي كان. واش فهمتيني؟ فوالا، دونك حتى المنحه اللي كانت ديال كاس افريقيا المرور الدور الاول الدور الثاني ولا والله خويا عثمان عرفتني صريح والله ما عقل عليها، واش تقالت قدامي ما رديتش البال، انا كنت ديك الساعه حديث العهد يعني كنت لاعب جديد، وباغي غير نلعب، وماما والله ما نصدق قدروا يكونوا لي كادر ديال الفرقه اللي عندهم المعلومه ووصلوا هاد الدراري، تقدر تكون قالت شيرينيو
مي معقلش صراحه ما عقلتش. اللي نقول لك اننا كنا نتوفر على جميع الامكانيات والسبل الراحه اللي تخلينا اننا نمشيو نلعبوا على الاقل. ما قدرناش بكل صراحه العباره ما قدرناش ورجعنا. اشنو السبب؟ انا قلت لك 2008 كانت حوايج خارج على نطاق الكره وخارج على نطاق هادشي كامل اللي ساهمت في الرجوع ديالنا المبكر. وتو سامبلومون فوالا باش ما نكونوش دابا كاينين امكانيات احسن واوفر امكانيات عاليه واكثر امكانيات عاليه تقارن امكانيات الفرق الاوروبيه دابا وللمنتخبات الاوروبيه فوالا. اش نقول لك والله الا بعض المرات بصراحه انا كفيديراسيون كنوفر لكم لا كيعطيونا اكثر. اسماعيل شنو قال لك شحال كتعطيكم؟ شفتي لي 3000 ولا شحال 3000 ولا 2000 درهم نعطيكم ما متوقعوش نفيق نشوفكم في التليفون قرصونا بكيتو اشنو وحنا نعطيوك هذيك 2000 درهم وما تبقاش تدخل تفرج فينا وهني راسي بقى ناعس هني راسي انت بقى ناعس. لا ديك اسماعيل اسماعيل كيبغي يضحك راه كنضحكوا معاه. لا كيعطيونا اكثر اسماعيل كيعطيونا اكثر داكشي علاش حنا تنفيقو نبرزطوك كيعطيونا اكثر باش نفيقو نطلعو لك الدم. بديت نقول قال لك المنتخب المغربي خاصو مدرب حيت اللعابه اللي عنده ما كاينينش عند ايطاليا وهولندا. الله يسمح لك السي بناني. عاد نكمل التعليق ديالك وبغيت نعرف مصطفى حجي اشنو الدور ديالو في المنتخب. السؤال الحاجه الثانيه مصطفى حجي الدور ديالو هو مساعد، هذه هي الحاجه اللي متفاهمه معها لا فيديراسيون. الدور الاول اللي عنده هو التنقيب على المواهب واقناعهم للمشاركه مع المنتخب الوطني المغربي، ولو انه اقناعهم فيها اشكال بالنسبه لي انا. اللي بغى يجي يلعب مرحبا، واللي ما بغاش يجي يلعب الف الف مرحبا. دييغو كوستا برازيلي كان واضح مع البرازيل، مشى اختار المنتخب الاسباني لعب مع المنتخب الاسباني. بالنسبه لي شيء عادي انا، حنا ماشي في حرب ولا في حاجه، راه حتى مغربيه وداك المغربيه ما غادي يحيدها حتى شي واحد حتى شي لاعب. ابراهيم افلاي راه اختار يلعب المنتخب هولندا ولكن في مدينته الحسيمه داير بزاف ديال المشاريع وكيتعاون مع ولاد ولادو بزاف ولاد بلادو بزاف الوطني. فوالا ما عندها حتى شي علاقه الوطني كارير سبورتيف. شنو بغيتي كارير سبورتيف؟ حتى شي واحد ما من حقه انه يقول هذا مغربي هذا ما مغربي هذا ما مغربي، ماشي انت اللي كتعطي لا كارت ناسيونال. اما فيما يخص الدور ديال بعض الناس خصنا نهضروا عليهم، شنو الدور ديال اكس و ايغريك و ا في ليكيب ناسيونال. انا بالنسبه ليا خصو الدور يكون واضح. انا بالنسبه ليا مثلا فاش كنشوف والله الا كنشوف اصاحبي ما يمكنش ما شي حويجات انت تشوف دابا عاوتاني راه ما يمكنش. جبتي حتى على الدور ديال اللاعبين والدور ديال المدرب شنو هما الدور ديالهم بلي هاد الامكانيات كامله الجامعه مفره جميع الظروف اللاعبين، يعني هما خصهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم على الجاي وشنو خصك دير في المنتخب. حنا ما جايش هنا النزهه ولا جاي الضحك ولا جاي، بالعكس عندك واحد الماتش ولا جوج ماتشات ولا ثلاث ماتشات ولا عندك كاس افريقيا ولا عندك مثلا كاس العالم، ها هو الدور ديالك. شنو هو الدور ديالك؟ غادي تجي للمنتخب الوطني هو هذا، يعني خصك تخدم. وكما سبق لي تكلمت في الاول كيف تتلعب في الفرقه ديالك تحاسبك، يعني حتى المنتخب غادي يحاسبك بكل صراحه. خاصها تكون حسابات هاد اللاعبين اللي تيجيو صراحه. حنا تنشوفوا من خيره اللاعبين عندنا يعني ومن خيره الامكانيات اللي الظروف اللي تيعيشوا فيها، يعني خصهم يكونوا بكل صراحه ما خصنا نديو كل شيء باختصار، خصنا نديو كل شيء. دابا واحد قبل كاس افريقيا ديال 2019 بعض المواقع اللي ماشي عندنا في المغرب، بعض المواقع العربيه اللي لا تفقه شيئا في كره القدم كتبقى غير تشير كتبقى تجيب الارقام. بحال دابا دايرين القيمه السوقيه للاعبين، القيمه السوقيه للاعبين والمنتخبات، حاطين المنتخب السنغالي الاول في الصداره 397.79 مليون دولار. قال لك بفضل امتلاكه المجموعه ديال اللاعبين. شكون هما اللاعبين السنغالي؟ لاعبين السنغال كانوا في كاس افريقيا 2013 كان عندهم منتخب كبير، كانوا عندهم لاعبين كيلعبوا في الدوري الانجليزي على مستوى مؤخرا كوليبالي كيلعب في نابولي وماني، هذو الاسماء اللي عندهم. عندهم اسماء ولكن ماشي بحالنا. مثلا حاطين المنتخب المصري الاول، المنتخب المصري فين هاد اللعابه اللي عند المنتخب المصري؟ عندهم النيني كان كيلعب في ارسنال ومحمد صلاح ب 226.76 مليون دولار. المنتخب التونسي دايرينو في المركز الثالث او الرابع والكوت ديفوار المركز الثاني، ناميبيا في المركز الاخير. بالنسبه للاعبين حاطين محمد صلاح مركز الاول، مركز الثاني ماني المركز الثالث حاطين
كوليبالي ب 85.51 مليون دولار. المركز الرابع حاطين رياض محرز وحكيم زياش حاطينه في المركز الخامس. وبعد اللي كاتب الخبر غلط، حكيم سميتو حكيم ماشي كريم، كريم زياش قالك. وش مثلا زياش القيمه التسويقيه ديالو 45.61، هو غادي لتشيلسي ب 70 مليون جنيه استرليني، القيمه كلها تسبقه. لا حول ولا قوه الا بالله، كلشي ضدنا والله، والله الا فشي حويجات الا كلشي ضد. لا وانت الاسماء اللي ذكرتي دابا هو المنتخبات ربما المنتخب يعني لا المنتخب ديالنا حنا اكثر محترفين يعني بقيمه ديال اللاعبين. ايه دابا يمكن انت عندك انت عندك مثلا محمد صلاح لا احد ينكر الحاجه اللي كاينه راه كاينه، رياض محرز لا احد ينكر، ولكن كوليبالي كوليبالي راه كيلعب في نابولي مدافع زعما عادي جدا، ماشي زعما ذاك المدافع اللي فهمتيني اللي يكون اكثر قيمه. غوارديولا قال له واش تجيب كوليبالي؟ قال لهم لا، كو كان عنده ما يقول كره داه راه شرا غير مانغالا وشراه من بورتو. سي علودي بزاف ما يتقال في ليكيب ناسيونال. سلامي باقي في الراجا ما استقلش. سلامي غيبقى في الراجا. لا حيت واحد الصديق سول ما قراش السؤال ديالو قال لي علودي ما جاوبتينيش. فهمتيني؟ تعرف فيا كاع. علودي واش ناطق رسمي؟ لا هو لا هو بحكم راه سول لا هو بحكم انه لا دابا ما فهمتيش انا فهمت السؤال ديالو فهمت شنو بغا يقصد. بحكم اننا البارح لعبنا مباراة ودية مع الراجا. اش قال دابا هو؟ قال راني تلاقيت مع السلامي وسولته يعني كي تلاقيت مع السلامي سولته واش غتستاق على با جمال ولا شنو الوضع؟ قول لي شنو باش نعرف واش نقول له بيني وبينك بيني وبينك الله يرحم الوالدين. لا هو جمال باقي في الرجاء ما كان البارح كان الطاقم كامل كانوا الدراري كاملين لعبوا وما كاين فهمتي ما كاين حتى شي حاجه لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه خص غير الناس خصهم يعرفوا بلي السلامي رجاوي كيبقى رجاء ولد الفرقه ولد الدار راه ما غادي يخوي ديك البلاصه حتى يكون اكيد انه غيكون شي بديل يمكن شي يمشي ويخليها هكا خاوي. كيعجبوني فوالا كيعجبوني الناس بحال جمال الشواكي قال لك تحيه للجميع كاين شي فطور الله يحفظكم من كل سوء يا رب. مرحبا دعوه جميله موجود يعني مرحبا الله يلا مرحبا جو. سي جمال نتمنى السي يوسف زيني نكون جاوبتك اخويا كيتمنى السي يوسف زيني نكون جاوبتك وتحمد واحد السيد صديق ديالي تلاقيت انا في الامارات دابا دخل اول مره يمكن تحياتنا احمد مجاهد توفيق الوطني تحياتنا للسي احمد تحياتنا للسي توفيق قال لك صباح الخير قال لك الملاير كتخسر على هذا المنتخب ما كاين حتى شي لقب من 76 هذا رشيد حسن قال لك الله يدير التاويل رشيد قال لك الكونترول ديال ميسي بان لك حيت سميتو ميسي فحال الى بغيتي تقول سيزو ديال الحجي 98 اللي خيالي داكشي ديال الكابتن ماجد حتى هو احسن لينا من كاس افريقيا التاريخ الالقاب ماشي كونترول والاهداف. سي رشيد الله يجازيك بخير ما تقارنش ما لا يقارن ما تقارنش واحد مسجل 76 هدف ما تقارنش واحد راه واقع. سمعت لا انا نجاوبو لا خصني نجاوبو لا جاوبو حيت انا شوف لحيت البيت اللي ماركا حجي واخا يماركا كيما بالنسبه لي راه ماركا بزاف من المال انت هضرتي على الكونترول ديال انت هضرتي على الكونترول لا انا هضرت على المسابقه من الاهداف اللي ماركاهم ميسي ما غيماركيهم لا حجي ما غيماركيهم حتى واحد ما غيماركيهم حتى واحد ماركا حجي راه عمر ميسي ماركا بحالو شنو هو ميسي عمر ما جات كره على المستوى ديال حجي بالمستوى ديال ميسي جات كره جات حجي ميسي جاو 600 كره بحال ما عمر ضرب شي كره بحالها لا عادي عادي يقدر ميسج ولكن ماركا بيوت احسن من هذيك لا ما كاينش شي بيت ماركا ميسي احسن من ديالك باستثناء البيت اللي مشى به من البوطو اللي دار مارادونا من نص الطينه ومشى باستثناء هذاك نو اسمح لي كفرات اسمح لي لا اسمح لي كفرات راه بيكام كان كيماركا من السنتر تقول لي انا يا مي روبرتو كارلوس بيوت اللي شي ماركي الشيطان عاوتاني كيدير شي ماركي كيدير اخويا اثمان شوف البيت اللي ماركا البيت اللي ماركا شنو هو البيت اللي ماركا لا هضر لي على الكونترول ديال انا هضر لي على الاهداف على 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 داك الشيء اللي كيدير ميسي الكره معاك انا متفق معاك ولكن ملي غتقول لي الكونترول ديال ميسي فسميتو واش هو الكونترول ديال زيدان في الدومي فينال كاس اوروبا 2000 مع 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 منتخب مع منتخب البرتغال انا ما قارنتش مع منتخب البرتغال انا ما قارنتش واش عقلتي على الكونترول ما قارنت واش عقلتي عليه انا ما عقل عاقل انا عاقل انزلوا عاودي دير لي كونترول بالاكستيريور ويدير جو جومب ويزيد ويلي وي انا ما قارنتش انا عطيت انا عطيت حاجه انا عطيت حاجه اللي في رايي كنشوف القيمه ديال ميسي
سكوت سكوت واحد ما كرهتيش ميسي تكون ما كرهتيش ميسي ميسي ولا ليونيل ليونيل اندرياس ميسي الكنيه ليونيل اندرياس ميسي ما كرهتيش ما يكونش بحال هكاك علاش يكون ميسي طاهر البقاله والله ما كرهتيها والله العظيم ما كرهتيش كرهت ميسي طاهر شوف شي قال ميسي ما كاينش بارسا لا 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 عزيز عليه البارسا لا قال لك ميسي شحال باقي حسن قال لك مشى من السونتر ديال الخطاف قول لي شحال 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 باقي ميسي الكره معتزل واحد 5 سنين ان شاء الله يشكون من الله قل ميسي في رايي انا ويسالي واحد 5 سنين ميسي سالا لا قل فهمني زعما يسالي الكره يعلق الصباط باقي واحد 5 سنين نديرو حنا 5 سنين الا طولنا الله في العمر واحد 5 سنين من هنا لقدام الا طولنا الله في العمر واحد 5 سنين من هنا لقدام بقات الصحبه ديالنا مجموعه بغض النظر على الخدمه ان شاء الله تبقى مجموعه تبقى طويله نعود نفكر كهيشة وخا ما نقولش هاد القناة هادي نطلب من سيو دريس نقول ليه الله يرحم باك لي سالي ميسي من وراها واحد الشهر الله يرحم باك بغينا نطلعو نديرو واحد اللايف يقول لي علاش نقول ليه راه واحد النهار نهار 30 في شهر مارس في 2021 قلت للناس واحد الهضرة انا باغي نرجع لكم لها والله ميسي ويسالي الكرة هذا ما يبقى يجبد البارسا هذا من نوع كثير هذا من نوع اللي عزز عليهم البارسا حيت كاين ميسي انا بكل صراحه شوف انا بكل صراحه حقيقه شوف بالميسي عجبني رونالدينيو وقبل رونالدينيو عجبني ريفالدو مع البارسا وماريو ما شفتوش نو لا لا سفيان 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 انا اللي اكتشفت باللي هو دابا نعطيك مثال نعطيك مثال كاس افريقيا ديال 2004 مثلا بار اكزومبل المغاربه علاش تعجبوا بهذيك البطوله علاش واش تعجبوا حيت المنتخب واش احمد حجي صاحبك انا نقول لك اه زوين واش احمد حجي صاحبك احمد احمد مجاهد لا حجي حجي ماشي ماشي حجي واش سمعتيني سفيان سفيان سمعتيني قد هضرتنا على البارسا مالو مالو قال لك وجاوبني اخي عثمان علاش جويعه ما كيجيش لابس الخضر جاوب 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 علاش ما كتلبسش انا ما كاين جواب مخرج لا واحد اخر اللي دار كاين واحد مشكل لا عندنا مشكل في لا 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 من غير داكشي لا من غير انا نجاوب من غير الجواب التقني من غير الجواب التقني ياك كاين واحد مشكل اخر منوع ياك على اساس كاين مشكل اخر كاين مشكل اخر مشكل اخر كاين ما كنجيش لابس الاحمر هذه ماشي ملاحظه انا ما كنجيش لابس الاحمر ولكن راه ماشي بزز ماشي ماشي كديرها عمدا عثمان ماشي كديرها عمدا راه كيستيون عقليه مشكل العقليه عثمان نعطيك بحال اش مشكل العقليه هشام داز في الوداد ولعب سنوات في الوداد شي ملي كتلعب واحد السنوات في الوداد وواحد السنوات في الرجاء كتولي عندك قطيعه مع واحد اللون راه ماشي خاطرك راه بز منك راه انت كتلبس الاحمر وكتخرج كيتلاقاو معك رجاويين في الزنقه واش هذا الاحمر لابس وكيقول لك غير الضحك ولكن واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه كتولي كتقول خا ما كاين اللي يبقى يقول لي شي واحد شي حاجه بس اخو حيد ما تبقاش بس الاحمر الودادي لا ميم شوز ولكن انا غير وما تبقاش دابا كنقول لك اش كنعيشوا عثمان واحد الشيء راه عارف كنقول لك اش كنعيشوا واش فهمتي ولكن والودادي لا ميم شوز ملي كتسالي الكره ملي كتسالي الكره كتلقى راسك سنين ما لبستيش ذاك اللون كتلبسو بقليل صح. يعني تحويجك اللي كتكون شريتي وداكشي اللي كتكون شريتي ما مبينينش على واحد اللون صح مي كتلبسو كتلبسو في وداد التمارا كنلبس الاحمر في مراكش كنت كنلبس الاحمر ماشي عيب انك تلبس ذاك اللون غير الولف علاش ولفتي واش فهمتيني علاش ولفتي هذا ملي كتجي عندي دابا للدار قليل الحوايج قليله اللي كتلقاهم في اللون الاحمر ولكن الا خدمتي شي فرقه معينه مثلا بحرك لعبت بالخضر انا لعبت ما لبس الخضر واش فهمتيني اش بغيت الخضر غير ما الحوايج وكاين سبب اخر بالنسبه لي هادشي ديال الالوان زعما غير بلاتي وكاين سبب اخر ان الاستوديو عندنا ما يجيش هو في الخضر تجي حتى لابس الخضر لا ما يجيش ما غاديش يجي ماشي غير الخضر بزاف الالوان واش فهمتي دونك انا رايي المحترم انه هذه القضيه ديال الالوان عندنا فيها زعما ما عرفتش انت لابس انا بالنسبه لي واخا نكون رجاوي ورقه تشامبيونز ليغ مع الرجاء عثمان لا عاديه ما نقول لك عثمان عادي والله شوف عادي عثمان شي الرجل الوداد عادي وهذا دليل على هذا الشيء ثق بيا عثمان شوف ثق بيا عادي عثمان نقول لك سفيان مالو ما شيء عادي اصحابك ما كاينينش في الوداد انا اكثريه اصحابي في الرجاء في الرجاء لا بلي باغ ديالهم كاينين في الوداد والله كاين صحابي رجاويين كنتواصل معاهم تجلس معاهم في القهوه
هادي عادي فهمتي راه تيبقى هاد اللبس جبتيه انت ما عرف ما يلا ندوزو سيدي القضيه فاخر والرجاء الرياضي المدرب السابق للمنتخب الوطني وفريق الحسنيه وفريق المغرب التطواني والرجاء ومجموعه ديال الانديه البارح في تصريحاته الزملاء في راديو مارس وحنا ما بغيناش نقنعوك وحنا جاوبناك زعما قلنا لك شنو السبب ماشي باش تقنع قلنا لا نتفقوا معكم والله يهديك حتى تستحي من واش غنقنعوك حنا قلنا لك شنو السبب زعما الله يهديك المنتخب قول لنا شنو غيرضيك وحنا نقولوا لك اسيدي مع الثمانيه المنتخب صديقي العزيز انطلاقا من الساعه 8 ضد بوروندي في الامير مولاي عبد الله القناه الناقله الرياضيه تي ان تي و بي سبورت فرنسا مع اسمح لي غادي نعاود نقطعك واسمح لي السي عثمان واسمحوا لي الناس واحد الصديق ديالنا سيمو البابور قال لك انا واحد النهار في قطر بغيت نصور مع غوارديولا كنت لابس التونيه ديال الريال ودفع لي ما بغاش شكون هذا واحد الصديق بغى يتصور مع غوارديولا بتو هو لابس التونيه ديال الريال شاف غوارديولا واش بغى يتصور معاه واش يتصور معاه قال لي التوني انا واش حقه وي ما نتيقش انا ما نتيقش ملي نشوف اللي غيكون كذب علينا السيد مرحبا به ولكن الاخوان اش عجبك صاوي غوارديولا راه ملائكه لا تزيد ما عندوش انه يدير زيدان مثلا شحال من زيدان ماشي ولد ريال مدريد اصاحبي ماشي كاتالونيا صاحبي الله يهديك والله يهديك كاسياس يقدر يديرها لانه ولد مدريد ولد الريال ولد الفرقه زيدان نو الله يهديك ومن ما نسيت ما نسيت راه ماشي شي واحد اللي باقي صغير وسيد كبير ما نقدرش انا ما كنهضرش على السيده سفيان انا ما غنتيقش واحد الحاجه سمعتها من واحد الطرف خصني ضروري نشوف فيديو نشوف شي حاجه باش نتاكد من حقي من ابسط الحقوق ديالك انا شنو نقول لك اللي قلتي لنا على ميسي بعد خطر انا ولكن الا كان دارها غادي يكون ماشي رياضي وما عندوش اخلاق كان المفروض عليه يتصور معاه ياك سفيان الا كان دارها غادي يكون ماشي رياضي وما عندوش اخلاق لا ما بقى فورسيمون عثمان اسمح لي علاش انا واحد جاي يتصور معايا ندفعو وتقول لي عنده اخلاق ما بغاش يتصور بتوني ديال الريال ماشي يقول لي توني ديال الريال الله يخليك ما نقدرش نتصور به ما نقدرش نتصور معاك وما بغاش يتصور مع شخص شي حاجه عاديه ما بغاش يتصور مع شخص نعطيك انا مثال بسيط عثمان نعطيك انا مثال بسيط نعطيك مثال بسيط وانت لاعب ديال المغرب الفاس شكون الخصم ديال المغرب الفاس بالنسبه لينا حنا احنا عندنا جوج ديال الفرق اللي دائما الواف ها الواف لا لا ماشي الواف لا الواف لا الواف بكل صراحه الواف فريق محترم زيد عطينا هذا والنادي المكناس النادي المكناس ما جيش ملكي انت لاعب ديال النادي المغرب لا جيش ملكي اللي دائما مباراه وانت خلينا من جيش ملكي احنا ما كنقولوش ديربي بين جيش مباراه الخصم كنهضر على الديربي اللي عندكم الكوديم ياك وانت لاعب غتصور وشال فيه الكوديم ممكنش واحد وعلاش اخر تعصب واحد ديال الماء ديال واحد لا ولكن انت كتقول لي انا نتصور ماشي مثلا جا عندك معايا جا عندك واحد لابس توني ديال الكوديم يتصور معايا عادي ما كاين حتى شي بروبليم انا بالنسبه لي علاش لانه روح رياضيه ميسي شحال من مره تصوروا معاه لعابه ديال البارسا رونالدو شحال ديال ريال مدريد وجمهور رونالدو كذلك عادي شنو ولي رونالدو كذلك باش تعطيني جبد ليا التصويره دابا ديال رونالدو نصور مع واحد لابس توني ديال بارسا ولا ميسي مصور حدا واحد لابس توني اشوف اش شريف في الكره الذهبيه شوف الزوين في الكره الذهبيه ميسي عطاو توني ديال بارسا يسيني فيه رونالدو عطاو توني ديال بارسا يسيني فيه ما بغاش يسيني فيه الا تذكرتي على اللقطه وهما داخلين لقاعه الحفله دابا واش ذكرتيها ولا ما ذكرتيهاش؟ ديما لك ما لا ما داويش على ميسي داوي على رونالدو انا دابا ما كنهضرش على ميسي وانا كنهضر دابا على غوارديولا ولا رونالدو ما كنهضرش على ميسي سير عثمان كمل وي دخل لنا ميسي كمل عثمان مشكله مع ميسي معاه هذا خينا هذا ترى واخا واحد الحاجه هذا النوره دخلات عثمان عجبك التعليق النوره الكره دابا تعيط للصحافه التعليق النوره عجبك والله ما شفتو المهم ما علينا يا سيدي محمد فاخر يا سيدي البارح في تصريحاته للزملاء في راديو مارس هضر على قضيه الفلوس اللي كيتسال الفريق الرجاء الرياضي ورد بكل قوه على مكتب الرجاء الرياضي وتحدى بكل صراحه بكلمه جميله اعجبت واعجبت واسعدتني بكل صراحه سي محمد فاخر هضر وقال لك سيدي ما من حق حتى شي واحد انه يقول لي انا ماشي رجاوي هذيك فرقتي وحتى شي واحد ما يحيد لي الترجويات ديالي قال لك سيدي ما من حقش سي سعيد وهبي انه يخرج يشوهني مع الاعلام من حقه قال لك عيط لي انا كون مدرب كون طرف في القضيه ونهضروا في الموضوع بلا ما تخرج انت للاعلام وتحاول تشوه لي السمعه ديالي سي محمد فاخر كذلك هضر في لونتيل
ماشي ساهله باش تهضر في لونتين. قال لهم انا كان هاد السي وهبي اللي كان هو رجاوي وهذوك اللي معاه 15 حتى هما رجاويين في المكتب. هاد القضيه عاوتاني جديده ديال 15 شادين الراجل فشكال 15 لواحد في المكتب ديال الراجل نيتو ما فيهاش 15 لواحد خصو يكون اكثر. لا اسمح لي خصهم يكون اكثر بالفائده خصو يكون اكثر باش غتشد الرجاء واش اكثر. لا اكثر انا شاد الرجاء اكثر انا شاد الرجاء بخمس حنا ب 15 بينو ما قدرناش نوفروا طائره خاصه. لا والمهام شنو المهام؟ المهام كنعرفوا امين المال كنعرفوا ناطق رسمي كنعرفوا الكاتب العام كنعرفوا البريزيدون كنعرفوا الناس اللي مختصين بالتواصل وكنعرفوا الناس اللي مختصين بالناس الكونطابل. كاينين الناس عاود تيجيبوا كاينين الناس ديال الناس اللي تيجيبوا الاشهارات. مشكله هذه مشكله. المهم محمد فاخر علاقات عندهم هذا كمل الموضوع دي. المهم محمد فاخر سيدي هضر معاهم قال لك سيدي انا كنتحداهم انا نجيب 100 مليون ديالي والسيس وهبي يجيب 100 مليون ديالو وال15 اللي معاهم في المكتب كل واحد يجيب 15 مليون ديال 100 مليون ديالو. قال لك الرؤساء السابقين يحطوا 100 مليون الناس اللي كيبغيو الرجاء ونخرجوا الفرقه من هذه الازمه. ودابا كلام اخر عاوتاني دابا وهبي مشى ب 100 كيلومتر في الساعه محمد مشى ب 700. انا تبغي رايي؟ اه مرحبا تبغي رايي. شوف هو ماشي تحدي بالنسبه للفخير يعني الكلام اللي قال هو بالنسبه لي انا ماشي تحدي هو بغى يجمع الشمل يعني اللي فوالا انا حتى انا غنعاون الفرقه كذلك انتم كاينين 15 واحد في المكتب اجي نجلسوا ونحطوا سيدي داكشي اللي اي واحد غيقدر عليه بعدا نحلوا شويه ديال المشاكل شويه ديال يعني نحطوا شويه ديال الفلوس نحلوا شويه المشاكل ديال الرجاء يعني المشاكل راه كبيره كاينه في الرجاء وخاصها فلوس كثيره باش يتحلوا المشاكل ديال الفريق. نعرفوا حنا المصاريف ديال الفريق مصاريف ديال المدرب مصاريف بزاف ديال العمال بزاف د الحوايج يعني هنا باختصار انا اللي فهمت من الاطار الوطني فاخر هو نجلسوا ونتفاهموا مع بعضياتنا. انا كرجاوي ودراجه ودربت الرجاء انا غنعطي واحد الطرف ديال الفلوس نعطيو الطرف واحد يعطي الطرف ديال الفلوس وانتم كذلك اللي في المكتب حتى انتم طرف ديال الفلوس ونشوفوا ناس محبين ومخارطين. انا سمعت شنو قال نجمعوا يعني هنا بحال اللي فهمت انا هو باغي الصرح مع بعضياتهم ضرب فيها ماشي مع بعضياتهم هو اللي باغي هما ما باغيينش لان هما ما كيخرجوا الالم يهضروا ما عمرهم عيطوا له. قالها قال لك عمرهم عيطوا ليا قال لهم انا اللي عيطت لهم فاش كونفوكيت بقات 24 ساعه قال لك بقات 24 ساعه والجامعه تسد اللجنه ديال النزاعات وغادي يكون بروبليم بالنسبه للرجاء الرياضي ومازال ما مكونفوكيش السعداوي والهدهودي وانا اللي عيطت لهم اما هما ما عيطولوش وجلس معاهم باش تكونفوكا السعداوي والهدهودي للرجاء الرياضي. اما القضيات الاخرى اللي عند الرجاء في لجنه الاذاعه حتى شي واحد ماس التليفون عيط على الرجاء قال له الو اجي نكونفوكي لك الهدهودي والسعداوي. فاخر وحيد اللي كيتسال ودارها معاه هذه من جهه انا متفق معك ولكن دابا شنو تيقول فاخر؟ قال اجي نجلسوا ونتحداكم مثلا نحط انا وتحط انت وهاد 15 الناس اللي كاينين في المكتب حتى هما يحطوا ونخرجوا ونشوفوا شحال غادي نجمعوا واش 3 المليون ولا 4 المليون ونحلوا المشاكل ديال مثلا شويه ديال في الفريق. هذا هو اللي كاين نتمنى يتواصلوا مع بعضياتهم ويحلوا هذا المشكل. وراه مشكل راه ماشي مشكل راه كبير يعني 4 المليون كما 4 المليون كما تنقولوا 3 مليار و 4 مليار ماشي هو الحل غتحل مشاكل كبيره الدراجه. راه خاصها تكون هاد 4 المليار و 11 مليار خاصها تكون في الصندوق ديال الرجاء البيضاوي كل عام حيت الرجاء هذه فوالا. حنا نتمناو الخير ان شاء الله لفريق الرجاء الرياضي. دائما ما كنبغيوش نهضروا على المشاكل كيعجبنا نهضروا على الانجازات. كتب لنا في هذا الكره ديالنا بصراحه باش نبقاو نهضروا بزاف كنهضروا على المشاكل اكثر ما كنهضروا على الانجازات. الكره والله كنهضروا على المشاكل بزاف كنهضروا على المشاكل اكثر ما كنهضروا على النتائج والانجازات ديال اللاعبين شكون اللي غادي يكون مزيان شكون اللي خرج لوروب شكون اللي بكل صراحه مشكل كبير. نتمنوا له التوفيق. الله يدير شي توفيق الله يدير شي توفيق ديال الخير. شنقول لك مشكله كبيره وكبيره بزاف. الله يدير التاوي سي هشام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. شكرا صوفيا العلودي مخرج ديالنا الانيق والمشاهدين الكرام كيتابعونا. تحياتنا لكم سي صوفيا. شكرا جزيلا لك. شكرا لك اخ عثمان وسي سامي سي سامير سي اسامه واحد ولفنا سامير
ولا داكشي دايز قلبتي وجهك هاد الايام عندما نديرو تحياتنا للمتابعين ديالنا في حلقه اليوم لكل المشاهدين الكرام تسير كمل لا حول ولا قوه الا بالله الله يدير التاويل ديال الخير مصطفى تحيتنا لك تحيتنا الجلال لكل المشاهدين ديالنا الكرام اللي كيعلقوا لنا تعليقات ايجابيه في المساء نلتقيكم انطلاقا من الساعه الثالثه الى اللقاء We'll be right back.